مخبيه بزاف الفراوله ملحيه. برافو عليك زهره. هنا بالنسبه للفريزه كاين اللي راهم مخبيين رحاوها وخباوها قبل رمضان، هنا حان الوقت دركا باش نديروا بها زوج تحليات، نديروا بها عصير ونديروا بها كذلك لي تارتلات. يلا مع بعض. الاول العصير، هنا تجبدي هذيك المرحيه الفريزه اللي مرحيه، سواء كانت حلوه ولا كنتي رحيتها بلا سكر. انا كنت ننصح باللي كنت رحيتوها بالسكر شويه عصير ليمون من احسن. تجبديها، واش ديري لها دركا؟ حطيها في الطاس، خليها تنطلق شويه من الكونجيلاتور، حطيها في الطاس تاع العصائر، الطاس تاع العصائر. تزيدي عليه حبه تفاح غابي، حبه تفاح غابي، عصير حبه ليمونه، عصير حبه ليمونه، نص ريت لاما، هذو كامل راهم في الطاس. هنا السيدات كل وحده راها تختلف واش عندها في الدار، كاين اللي عندها الطاس الكبير اللي يهز مليح، وكاين اللي عندها الصغار، كل واحد واش عنده. كاين اللي عندهم تاع لي بيتخان تاع الزاج، هذوك ما يرفدوش بزاف. كاين اللي عندهم اون بلاستيك يرفدو بزاف، كاين اللي ما عندهمش، يفرج ربي يفتح الله ان شاء الله. استعملي ميكسور، استعملي الميكسور باش تطحني مليح، باش تطحني مليح. هنا نعاود لكم، حطينا الفريزه مرحيه، راكم تتكلموا تقولوا على الكميه. نحتاجوا هنايا الى مقبل كنتي وزنه 250 غرام نتاع فريزه مرحيه، 250 غرام، حطيها في الطاس معاها حبه تفاح. اذا كانوا صغار ديري زوج، اذا كانت كبيره خليها وحده. رابيها، رابيها باش تعاوني الميكسور تاعك باش ما تضريش الميكسور، رابيها. زيدي عليها عصير ليمونه، هادو مع بعضياتهم راح يترحوا مليح مع الماء، يترحوا مليح مع الماء، لازم يترحوا لدرجه حتى يدير لك الرغوه. خليها ترحي، ما تخافيش على الروبو تاعك اللي عندك الميكسور كذلك. دركا تكوني مجدة ما بارد، هذاك الماء بارد هو اللي يكون فيه السكر، الماء حلو. في الريتلا ديري 5 مغارف، هذا الا ما حبيتوش العصير حلو نقصي السكر. السكر دائما انا نقول حسب الرغبه، خاطرش كل واحد كيفاش يحب العصير تاعو، كاين يبغوا حلو، كاين يبغوا ماشي حلو، كاين يبغوا فيه قروصيه، كل واحد كيفاش يحب. لا دوز هنا راحت ليك. دركا انت واش باغي دير؟ بعد ما رحيتي هذيك التفاحه مع الفريزه وكامل، صفي بالصفايه الرقيقه خير، كي تصفي بالصفايه الرقيقه تقلعي كاع هذاك الطخش تاع التفاح، التفاح قاعد يتنحى. ولا حبيتي انت بالكسكاس ولا، لك الاختيار، خاطر كاين دراري اللي ما يحبوناش العصائر اللي فيهم كما قالوا هما الطخش هذاك. الوغ صفي بالماء البارد المحلى، صفي بالماء البارد المحلى. من بعد واش باغي ديري؟ مازال ما كملناش يا جماعه. هذا العصير هذا الرائع هذا، بعد ما صفيتيه تدي منه شويه ديريهم مكعبات غلاسون، الاخر عمري في قرعه حطيه في الثلاجه، وشويه ديريه مكعبات، حطيه مكعبات في تاع الغلاسون هذيك. انت ماذا بيك ديريها في الصبيحه ولا في الليل الغدوه، ديري دوك المكعبات في الكونجيلاتور، يولوا عندك مكعبات فريزه، مكعبات غلاسون، لي غلاسون. ايا كي تبغي تحطي دوك الطاس هذاك، تحطي المكعبات من نفسه غير من العصير، يجيكم واحد العصير تاع تفاح وفريزه والله غير رائع، خاصة في هاد السخانة. جربوه أكيد راح تزبنوه.